إلا زكاة الخراج. زكاة الخراج البترول وال المعدن والرمال الأرض. زكاة المعادن. المعادن. الخمس يا سيدي. الروح وما إلى ذلك كبيرة. وقد يعني أفاق الله على العالم الإسلامي بكثير من هذه هذه الموارد. فإذا عملت حسبة لهذه الزكاة، واحد عمل حسبة لهذه الزكاة وجد أن لن يبقى مسلم على الأرض إلا مليون من مليونين. وهذه الأموال للأسف تصرف في غير مكانها يعني. فوقتي واحنا نقول يعني عندنا دول إسلامية وعندنا نستخدم هذا في ما موقف العالم الإسلامي هذا يعني. المفروض ان احنا يعني نذكر الفكرة والله احسن سيئة. يعني انا اعتقد لم يزل حملة الشريعة في مختلف المواقع يذكرون الناس وقد بحق اصواتهم وقد يعني دفعوا ثمن هذا التذكير، دفعوا ثمنه غاليا. وكثير من الشعوب تقذف بفلذات اكبادها وبخيلة رجالها الى الخارج لانهم لم يجدوا لهم يعني متسعا في بلادهم واوطانهم. نحن لا نفقد الامل ان شاء الله، وعجب ربك من قنوط عباده وقرب فرج. انظروا اليكم اذلين قلقين فيظل يضحك ويعلم ان فرجكم قريب. فقلوبنا مفعمه بالامل ان شاء الله، وكلما اشتدت ظلمه الليل كلما اقتربت اضواء الفجر، ونحن على يقين اننا على وعد من الله عز وجل بان يظهر دينه على الدين كله، وأن يهيئ لأمة حبيبه صلى الله عليه وسلم من يزيل بهم ومنهم عن الدين غربته وعن الإسلام وحشته، كما قيض الإسلام في أيام غربته الأولى الرهط الكريم من الصحابة الذين وقفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: لن نقول لك ما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، بل نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، فخذ من أموالنا ما شئت ودع لنا ما شئت، وما أخذت من أموالنا كان أحب إلينا مما أبقيت لنا. ثم قال: لو استعرضت من البحر فخذ طوله الله معك ما تخلف من النار يوم واحد. على يقين أن الله جل وعلا سوف يقيد بدينه من ينشئهم على عينه عز وجل لكي يعز به الدين ولكي يعني يعيد بهم لهذه الأمة هيبتها وكرامتها. بس المطلوب أن كل شخص أن يبذل جهده وأن يستفرغ وسعه من غير أن تنتظر ماذا قدم الآخر. كأمير الزهاوي كان يقول: إن العالم الإسلامي يحترق. ثم المطلوب من كل فرد منا أن يأتي ولو بكأس صغير من الماء ليسكبه فوق هذا الحريق من غير أن ينتظر ماذا قدم غيره. إن الله جل وعلا استخلف كل منا على شيء. استخلف الشيخ على هذا المسجد، استخلف هذا على أكاديمية، وهذا على المؤسسة، وهذا على بنا، وهذا على مدرسة. كل منا استخلف على ثغر يحسن الخلافة في هذا الثغر، اتقى الله جل وعلا فيه ويشرح صدره للتعاون مع الآخرين ويوثق صلته بربه عز وجل، لأن ما عند الله لا ينال بمعصيته. وإن الله جل وعلا إنما ينظر إلينا، فعندما يرى منا الشيوخ الركع، وعندما يرى منا الركع السجود، وعندما يرى منا المتفانين في أعمالهم والمخلصين لله جل وعلا في سعيه كله، فإن هذا يقترب منا من الغاية المنشودة المأمولة المرجوة إن شاء الله. فأرجو أن نفهم أنفسنا بالأمل، وأدرك أن الله جل وعلا لم يتعبدنا بتحقيق نتائج، إنما تعبدنا ببذل جهد. نحن في النهاية أحبابي يعني ما الذي نريده؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، صح ولا لا؟
هل عندنا غاية أو هل عندنا غاية أكبر من كده؟ إن غايتنا في النهاية أن ندخل الجنة وأن نزحزح عن النار. ثم بعد هذا يفعل الله بدينه وأمة نبيه ما يشاء لكي نزحزح عن النار وندخل الجنة. إن هذا هو الطريق، أن تستقيم على أمر الله جل وعلا وسعك وأقصى ما يمكنك من طاقة، وأن تبين هذا إلى الآخرين، ثم أن تصبر على تبعات هذا الطريق، أن تتعرف على الحق وأن تقيم نفسك عليه وأن تدعو غيرك إليه وأن تصبر على تكاليفه وتبعاته. إن فعلت هذا يعني فلا تنظر إلى النتائج، إن الله جل وعلا هو إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. لم يصنع عندما وقف يوم أحد يقول كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم، فربنا يقول له ليس لك من الأمر شيء، يعني وقفه مجروح وبعيته مكسورة ووجهه فيه شجة والدماء تغطي وجهه، يعني صعبان عليه نفسه، كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل؟ فقال تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وبعدين يقدم التوبة على العذاب عشان تحمل الآية لماء وتحمل إشارة إلى أن من هؤلاء من سيسلمون ومن هؤلاء من سيؤمنون ومن هؤلاء من سيكونون جنودا وقادة لهذا الدين، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فأرجو أن يستفرغ كل منا وسعه وجهده وطاقته ونحن نتائج إلى الله عز وجل. وعلى بركة الله سيروا وأخلصوا العمل فإن الناقد بصير. وأسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله.